عن الكرفانات منظر غير لائق جدا. احنا بهذا البلد النفطي وهالامكانيات هاي العاليه اللي عندنا، الخزين النفطي عندنا، واحنا نبني مدارس كرفانيه؟ وين الكن؟ وين الدوله؟ وين الدوله ان هي تصرف على البناء؟ بناء مدارس حديثه مثل ما بقيه الدول. احنا نبني كرفانات ونقعد ولادنا بالكرفانات. الكرفانات كلها اشياء وقتيه هاي. خلف الله على المنظمات عملتها. خلف الله على المنظمات سوت هاي الكرفانات. فالان جاء دور الدوله ان تقدم الاموال لبناء ازاحه هذه الكرفانات وبناء جديد حديث للمدارس للاطفال، لاطفالنا، هذه اجيالنا. هاي الاطفال خطيه، ليش الشكل؟ يقعدون بكرفان بالله يدرسون، لا تبريد لا بانكا لا باكر الشتاء، غدا الشتاء، بالشتاء شلون؟ يقعد بالكرفان يقضقض من البرد، يموت من البرد الطفل صغير. وهذه احنا نريد نحشم المحافظ هذا المحافظ السبع الرجل داعينا بمدارس، بناء مدارس، بناء كامل، بناء جديد حديث على طراز حديث. والله المدارس الكرفانيه مولقه، يعني هي تصير حاره بالصيف وتصير بارده بالشتاء، فما لقى بالنسبه للوضع الدراسي يعني يصير عندنا هنا. اريد يعني تنشال هذه الكرفانات وتنبني مدارس، والمدارس المدمره تعمر. ما اريد حلول ترقيعيه، يعني كرفانات ما ترهم، يعني احنا عندنا وميزانيه وصافين للمحافظه هذه، ليش ما يصرف يعني على المدارس؟ واكو مدارس ما يراد شيء، ترميمات بسيطه وتنحي من جديد المدارس وتعمر. فاحنا هاي المدارس اللي نريد نشيلها، احنا يعني اول دوله بالتعليم بالتاريخ، يعني هيك يصير بالتعليم وبالدراسه. فاحنا هذا الشيء نطالب من المحافظ انه هاي الكرفانات كلها تنشال وتنبني مدارس مكانها، مدارس نموذجية مؤهلة يعني لدراسة الطلاب بها. كرفانية ليس لائقة. قبل فترة طبعا اكو مدرسة يعني اذا تروح تلقيك نظر عليها قبل فترة يعني صار بها حادث، يمكن بوقتها هاي تقلب على الكرفانات وصار يعني قدر بوقتها، ولو ربك لو ما يعني عطلة وكان بوقتها اطفال ما مداومين الا كان صار كارثة بالاطفال. وثاني يعني نحن بلد قلت لك بلد متقدم، يعني حرامات يعني يصير شي بينا. ونطالب البرلمانيين، عندنا ما شاء الله 35 برلماني بالمال الموصل، يعني خلي يطالبون يا اخي. هاي الانبار ما شاء الله بلا حسد، ولو هي بالعراق الحمد لله مثل ما يقول نفتخر بها يعني بالعراق، بلا حسد عليها. شوف المدارس رجعت، الشوارع رجعت، الامور طبيعيه رجعت. هاي الظاهره يعني حل متعب الطفل. اول شيء غليان براسه يصير تعبان، هل كان الطفل يعني احنا اللي نريده، ما اريد مدارس كرفانيه. اول شيء الكادر التدريسي يعني اكثر كبار بالسن، ماكو اسع من الاجيال الجديده من المدرسين من المعلمين، ماكو اي واحد، كلهم شياب وقاعدين وقاعدين بالكرفانات. هذول شلون راح يدرسون الطفل؟ وشلون راح يسوون جيل جديد؟ وشلون راح يصير جيل يخدم البلد؟ البلد انعدام صار بالدراسه، انعدام بالكادر التدريسي، انعدام بالاداره المدرسيه، انعدام بالتربيه.